خبرني كدير كيف بلشت بالغناء او كيف دخلت هذا المجال؟ حاجه ما جاش بالساهل اللي تعذبنا باش توصل طموح. هل بيك كان قبلان انك تروح للغناء؟ اليوم صار لي 18 سنه ولا 19 سنه وانا في هذا المجال. قصه شاب، انت ليه مش شاب قدير؟ ما فنانين الجزائريين بعاد عنا بالوطن العربي، معنى انه انت عم بتفكر انك تعمل ديوتو مع فنان. ايش رايك باللي صار معه لسعد المجرد؟ الفنان لما يكون ناجح لازم اول حاجه ياخذ باله من نفسه. فنان قدير الجابوني، اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك اخوي علي، نورت دبي. الله يسلمك حبيبي، الله يرحمك. اي متى انت جيت على دبي تقريبا؟ حوالي 3 أشهر. ثلاث أشهر يعني بظل كورونا انتم عم بتصوروا هلا حاليا؟ ايوه، احنا مع تصوير الكليبات اللي حضرت لها في ايام كورونا، حضرت اغاني والحين انا نصوره هنا الكليبات تاعي. كم اغنيه تقريبا؟ انا مصور كليبين والثالث ان شاء الله قريب. صورتوا كليبين وبعد في كليبين. طيب خبرني عن اغنيه، الأغنية اللي صورتها شو؟ سوليتاريو، اللي بدها تنزل أول شيء. سوليتاريو، سوليتاريو اللي راح تنزل بعد العيد إن شاء الله. بعد العيد تنزل بعد العيد مباشرة؟ بعد العيد إن شاء الله مباشرة. سوليتاريو، سوليتاريو. قلت لي قبل شوي كنت عم تقول لي إيطاليا، إيطالية، إيطالية. الكلمة إيطالية، الكلمة إيطالية. سوليتاريو يعني بالفرنسية سوليتير، سوليتير هو بالعربية وحداني. وحداني انت وحداني لا مش وحداني. لما تشوف الكليب تشوف انه الكليب فيه بارتي، فيه حفله، فيه ناس معايا في الكليب. بس احنا اخترنا هذه الاغنيه العنوان تاعها يعكس وش راه صار في الكليب، يعكس تماما على وش راه صار في الكليب. الراي، اغنيه راي، اغنيه رايويه اكيد. اغاني الراي هي اغنيه رايويه، فيها شويه من فرنسي وشويه عربي. حلو. ان شاء الله راح تعجب الجمهور تاعنا. قدير انت بس اغانيك كلها راي تقريبا؟ كلها راي، لانه احنا مختصين، احنا في الجزائر احنا نضمع على الفن الراي وكبرنا على هذا الفن، الفن تاع الراي. حلو ما شاء الله. يعني من بداياتك انت بلشت؟ من بداياتي بديت بالاغاني الرايويه. طيب خبرني قدير كيف بلشت بالغناء او كيف دخلت هذا المجال؟ المجال هذا دخلته كفنان الجزائري، احنا كنا الفنانين، فنانين الجزائريين دخلنا عبر الاعراس، بالاعراس، بالاعراس والحفلات هكا. فكانت كيف غنيت او كيف بلشت؟ قالوا لك صوتك حلو. اكيد كيف ابتديت؟ انا كنت هضرت عليها في جميع الحوارات، في الحوارات انت وعي اللي جريتهم كلهم تكلمت على البدايات تاعي، من بديت وكيف بديت. والبدايه كانت في الاعراس في الحي زمان، الاعراس كانت فوق السطوح. والله في الجزائر تعذبت ببدايتك؟ اكيد انه الحاجه ما جاش بالساهل، كلنا تعذبنا باش توصل الطموح. خصوصا انا كنت ندرس، كنت في الدراسه درست حقوق وتوجهت لهذا المجال. انت كنت تدرس حقوق؟ اكيد كنت ندرس حقوق بعدين توجهت المجال. هل بيك كان قبلان انك تروح للغناء؟ ما كانوا عالمين، العائله كلهم ما كانوا عارفين انه انت كنت تغني، بس ما كانوا عارفين. ما كانوا عارفين حتى خرج النجاح وبعد تقبلوا الامر. والله والله يعني انت بالقبل هني اهلك ما كانوا عارفين؟ كنت ما كانوا عارفين بالسر يعني؟ بالسر اكيد. والله لما عرفوا مثلا شو كانت؟ بعدين كان النجاح هو اللي خلاهم يقبلوا، لانه صاروا فخورين فيك. يعني اكيد اليوم فخورين فيا، كل العائله فخورين فيا بما وش راني نقدم فيه، لانه ماشي. انا اليوم صار لي 18 سنه ولا 19 سنه وانا في هذا المجال الفني. الحمد لله عملنا عده مهرجانات دوليه عالميه اشتغل فيهم، الحمد لله شرفت الجزائر في كل ربوع الوطن العربي، وحتى في الخارج درت حفلات في امريكا، جولات في اوروبا كلهم كانت ناجحين الحمد لله. حلو. يعني اليوم نتكلم على 18 سنه تاع فن يعني ومتابعه واجتهاد، هكا واجتهاد الحمد لله. لانه بنشوف دائما بنشوف الفنانين الجزائريين يعني مناضلين او من الاول تعبوا يعني بحياتهم لوصلوا، يعني طلعوا هيك، طلعوا من مثل ما بيقولوا من الصفر وعانوا يعني، بس وصلوا. بس بتحسهم
عندهم التواضع وعندهم الطيبة وعندهم العفوية والتلقائية، يعني يتميزوا بصراحة، يعني أنا بحكيك إياه بيتميزوا عن الباقي الفنانين العرب. وكل الفنانين الجزائريين إنه نقدر نقوله إنهم محجورين إعلامياً هما سواء في الوطن العربي ولا هكا، لأنهم الاتجاه الفني تاعهم احنا كنا دائما نروحوا لاوروبا، وبالتالي ما كانش ما كناش الفن تاعنا ما كناش نقدموه للعرب. العرب هذا يجي اللهجه تاعنا اللي كانت شويه صعبه الفهم. الحمد لله الفنانين اليوم وعاونوا الفنانين الجينيراسيون الجديده هذه وعاونوا ولاو يعتمدوا على اللهجه البيضاء اللي يقدروا يفهموها كل العرب خلال الأغاني تاع الراية تاعهم. يعني كان أكثر شيء برز بالوطن العربي لازم نقول فنان راية أو فنان جزائري هو الشاب خالد. الشاب خالد أكيد، الشاب مامي أكيد تاني. يعني بس إيه الشاب مامي والشاب فوديل. طب قصة شاب، أنت ليه مش شاب قدير مثلا؟ أنا والله العظيم مش، لأنه هذا سؤال يطرح عليا كثير. الشاب الشاب الشاب، إحنا في الراية زمان كنا اللي يغني الراية كانوا شباب كلهم يغنوا الشاب الشاب. طلقت على كلمة الشاب. الشاب الفلاني، الشاب الفلاني. فهمت عليك. انا الاسم تاع كادير جابوني هو اسم عطاه لي هذا المنتج الاول اللي تعاملت معاه. قال لك بد انه اسمك دغري يعني. دغري كادير جابونا. لا الاسم له قصة. الاسم له قصة اكيد. اسمك له قصة وقصة حلوة مهضومة. لا انت اسمك عبد القادر. عبد القادر وسموني بالاسم الفني تاعي وخليته كادير جابوني لانه عبد القادر بس بالغرب بفرنسا، وانت لانه اغلب عيشتك بأوروبا وكذا فقدير انه قدير هذا الاسم الفرنسي المصغر. هذا المصغر الاسم عبد القادر الاسم. وجابوني الجابوني جابوني حكايه طويله. انا كنت زمان قلت لك حابب تحكي عنها ولا ما حابب؟ لا عادي عليها لانه حكيت عليها كثير في والله حكيت عليها كثير في اوكي. نحن يا خي لانه نحن هون بعاد عنكم شوي. لا بس في الحوارات تاعي في اليوتيوب اللي يدخل انتم بعاد عننا يا خي. انتم بعاد انتم يعني الفنانين جزائريين بعاد عنا بالوطن العربي. صح. يعني ليش؟ شو السبب؟ طيب شو السبب؟ انه قلت لك الدرجه الاولى اللهجه. طب الشاب خالد شوف ما شاء الله يعني مثلا دخل العالم العربي. لا احنا نتكلم على ميزون ديسك. لما نقول ميزون ديسك هي منتجين كبار في فرنسا اللي يسوقوا الاغنيه ويخلوها تدخل لكل بيوت في العالم مش غير في الوطن العربي، يخلوها حتى في امريكا تدخل حتى 100% عالميا. لانه هذا الشغل تاع المنتجين الكبار نتكلم على يونيفرسال في الثمانينات ويونيفرسال في التسعينات وسوني في الثمانينات التسعينات كان يقوموا بشغل كبير للفنانين اللي ماضيين معاهم. زي ما تقول انه روتانا هنا في الجزائر في الوطن العربي كانت تقدم الفنانين وتخلي الفنانين محترفين وتخلي الفنانين معروفين في كل بيوت في الوطن العربي. حتى المنتجين هناك في فرنسا كانوا يشتغلوا على هالشيء. طب هلا ان شاء الله يعني بدنا نكون انه انت عم تحضر شيء هيك باللهجة البيضاء. أكيد أكيد إن شاء الله. أنا ندرس من ضمن أغانيك اللي أنت عم تسجلها في شيء في أغاني باللهجة البيضاء اللي تكون مفهومة تقعد دائما في طابع الرأي لأنه تقعد مفهومة بالنسبة للوطن العربي فالناس يفهموها هنا في الوطن العربي. ما شاء الله يعني أنت أغانيك محايا يعني 100 مليون وشوي يعني نجح ملايين ما شاء الله يعني الله. هذه كلها أغلبيتها يعني بالمغرب العربي وبأوروبا وكذا والمغرب بس العربي. كمان شو يعني هون انه حلو يعني حلو حديث سمعت خلال. كمان انا يقال عنك انه انت خليفة الشاب خالد. الحمد لله يا تعني لك هذه هذا انا نشوفه انه تكليف قبل ما يكون تشريف لانه هذه مسؤولية كبيرة. مسؤولية لانه خالد تتكلموا على 40 سنة تاع رمز من الرموز. لان احنا بالنسبة لنا خالد انا لما اتكلم على الريغي في العالم تتكلم على بوب مارلي ولما تتكلم على البوب تتكلم على مايكل جاكسون ولما تتكلم على الراي تتكلم على خالد لانه ستيل عالمي. الراي ستيل عالمي اللي يقدر يتزاوج مع كل الاغاني وكل الطبوع في العالم
دونك هي هي مسؤوليه واحنا راح نقدمه اكيد راح تكون يكون الخلف للشاب خالد يكون لارولاف كما نعبر احنا بالفرنسيه قلنا. طب بس معنى انه انك انت عم بتشوف كمان هون هلا انت بدبي مقيم حاليا هلا انت حالياً مقيم مستقر بدبي مستقر بدبي سمعنا انه انت عم بتفكر انك تعمل ديوتو مع فنان فنانين وما عندي عربي. فنانين ندرس الان نشوف الفنانين ونشوف الفنانات العرب هنا اللي نقدر يقدر الستايل اللي نغني به يكون مناسب لانه المشكله مش باش واحد يعمل ديو وخلاص لازم يشوف الشخص المناسب الفنان المناسب وإيش بيغني معاه وشو راح يقدم معاه باش يقدر يكون هذا التزاوج الموسيقي لأنه أنا راح نغني ستيل راي هذا الطبع أنت راي. كمان بدك يعني الديو بده يكون أنا لازم أن نغني راي بس راي ممكن مفهوم ممكن يعني يكون يعني مشترك يكون راي مفهوم بس من ناحية الأخرى الفنان الآخر يغني خليجي يغني مصري يغني لبناني يغني هذا بس أنا دايما حافظ على الستيل تاعي اللي قدمته يعني هو بهذا المقعد بالراي لكن الكلمات تكون مفهومه وتكون حلو. واضحه حلو هلا انت مع شركه ولا بتنتج لحالك ولا انا حاليا منتج لحالي انا انتج بالحالي انتج بحالي ونقدم اعمالي الفنيه انا تعاملت مع شركات انتاج من قبل وبعدين اليوم اللي نشوف الفنان يعتمد على السينجل راح وقت السي دي ووقت الكاسيت ووقت الاحتكار بتاع الفنانين اليوم الفنان ماذا به ينتج وحده ينتج كل عمل سينجل انه ثقافه السينجل عودت ولا ثقافه تاع السينجل ولا الفنانين كلهم يعتمدوا على ما يحرقوا الاغاني تاعهم يخرج البوم ربما يكون فيه اربع اغاني خمس اغاني ملاح بس اغنيه واحده تنجح هذا هو المشكلة تاعها والأغنية الأغاني الأخرى يكون تعب عليها وهذا ما تنجحش ماشي الأغاني ماهيش مليحة لا لأنه بالك الأغنية ما عطاهاش حقها من ناحية الكوميونيكاسيون من ناحية الإشهار تاعها هذه دوك الفنانين كلهم ما يعتمدوا على سينجل يعني كل شهر شهرين ينزل فنان سينجل يعطي حقه إعلاميا يعطي حقه حتى في الموسيقى تاعه والجمهور يقعد يستنى مذكر الفنان سعد المجرد هل في صداقة بينك وبينه؟ عندي صداقة التقيت انت وياه عملتوا حفلات مع بعض؟ عملنا انا كنت نشتغل كثير بالمغرب انا نشتغل كثير بالمغرب والتقيت انت كمان عندك شغل بالمغرب انا نشتغل مهرجانات انتوا نفس قراب لبعض بالاغاني لا لا الستيل تاعي احنا راي هو يقدر يغني راي يغني راي يغني هكا بس التقيت بسعد المجرد في الاستوديو في باريس تلاقينا انا وياه في باريس كنا في الاستوديو شو رايك باللي صار معه لسعد المجرد بالفتره الاخيره هل انت كمان عانيت من هذه الامور هالحال لا انا تعاطفت يعني صار معك شيء مواقف مثلا بتعرف برا باوروبا او شيء لما بيشوفوا فنان مشهور او المافيات هونيك بيبعثوا له بنات او شيء يحاولوا انه يصطادوه او يوقعوه لا لانه يمكن صار مع شاب مامي اكيد ايه هل تعرضت لهيك لا ما تعرضتش الحمد لله ما تعرضتش لك ما تعرضت لهذا المشكل والحمد لله وربي ان شاء الله يوقف مع كل فنانين تعاطف معه شو رايك باللي صار مع سعد المجرد هل بتحسه مظلوم نحسه بالك مظلوم انا فنشوفه انه مظلوم لانه فنان انه انت عارف الجو هونيك كيف عارف انه الجو هناك عارف خبرني عن كيف تحس يعني انه هل في اني يعني في مافيات بيبعتوا ليحاولوا انه يبتزوا هذا الفنان او يورثوا اكيد انه الفنان لما يكون ناجح لازم اول حاجه ياخذ باله من نفسه هذه الحاجه اللي ياخذها لانه النجاح وراه كاين عقبات كاين اعداء نجاح كاين الناس اللي ما تحبش الخير للفنان والناس اللي ما تحبش هذا النجاح اللي حققه اكيد راح يديروا في عينيهم دوك ان شاء الله ربي يفك اسره ان شاء الله والحمد لله ما زالوا ينتجوا من الفنانين بالعالم العربي هيك بتسمع له او هيك يعني بتحب انا نسمع انا من زمان احنا متربين على جورج وسوف جورج وسوف سلطان طرب نحب جورج وسوف نحب اغانيه نحب طريقه الاداء تاعو كل حاجه
اللي زي ما نقولها في الحوارات انه جورج واسوف فنان قادم، قازم الساحر. آه قادم الساحر وائل كفوري، والله ما شاء الله انت عم تنقل الاشياء الطربيه والطربيه القويه القويه بيسون، هدول ناس كبرنا على الفن تاعهم. الشباب مثلا هل يعني او الاغاني الشبابيه مثل ما بيقولوا، الاغاني الشبابيه قلبت وائل جسار يعجبني. وائل جسار ثقيل 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 الشباب في ستايل هذا الشباب. اللي اغاني المهرجانات شو رايك فيها؟ اغاني المهرجانات اغاني حققت نجاح وعندها جمهورها قريبة للراي بتحسها؟ والله مش قريبة للراي، قريبة للراي. في شيء أغاني مهرجانات راي؟ لأنه هذاك أنا نشوفه أنه الراي أنت على المصريين، راي أنت على المصريين، على المصريين، لأنه إحنا كان عدنا هذا الستيل، عدنا هذا الستيل تاع أوكي يعني مهرجانات بطريقة الراي يعني. أه. والله بس طبعا ما فيها كلمات، لا ما فيهاش كلمات خالصة، لانه الاوتوتيون بالك اللي يعملوه الفنانين تاع المهرجانات هذا الاوتوتيون قريب للفنانين اللي يعملوه عندنا في الراي. حلو، اتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. شكرا، نورتنا حبيبي. الله يخليك حبيبي. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك خويا علي حبيبي. شكرا ان شاء الله. ربي يحفظك. شكرا.